السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بروجكت سيت اب جوه برنامج الاوتوكاد بلانت 3D. مسؤول عن ايه بقى؟ مسؤول عن كيفية ظهور العناصر. يعني عايز مثلا الاكيومنت دي يظهر بشكل معين، عايز اغير الرمز، عايز اغير اللاين، عايز اغير الوصلات، عايز اغير الفلفات، كل الحاجات دي عايز اتحكم فيها. عندنا حاجة اسمها بي اند اي دي بينتر، ده بيتحكم في شكل التوصيلات ديت بتتعامل ازاي. فبقول مثلا انا عايزها حسب السيرفيس، تمام، فشكلها بيتغير. هقول لا ارتبها لي حسب السايز مثلا. طب شغل فعال الاداه دي او ما تفعلهاش، فالشكل بيختلف معايا. طيب عايز ابدا اتحكم في كل العناصر ديت، اتحكم فيها منين؟ باجي هنا من بروجكت مانجر بلاقي بروجكت سيت اب، بدخل جوه بروجكت سيت اب بلاقي عندي الاعدادات اللي موجوده الخاصة بالمشروع. أول حاجة بيسألني عليها الداتابيس، هتشغل SQL Lite ولا هتشغل SQL Server Database. لو هشغل SQL Server محتاج إن أنت بقى تدخل النيم وتدخل كلمة السر والقصص دي، تمام. دي خصائص اللوحة اللي أنت شغال عليها، الفايل نيم فورمات، مواصلات الملفات بتاعتك، التفاصيل بتاعت المشروع، تقدر تضيف العنوان، المدينة، الستيتس، التليفون، البروجكت مانجر، كل المعلومات اللي انت عايزها، التقارير بتبقى عاملة ازاي، تمام. حصر كل الحاجات اللي انت عايزها، تمام، تقدر تسيفها زي ما انت عايز. طيب شيرد بوينت كونتنت. طيب دلوقتي خلينا ندخل مثلا في البي اند اي دي دي دبليو جي سيتنج، ونفس الكلام هينطبق على البرنامج 3 دي دبليو جي والايزومتريك. طيب هدخل هنا هلاقي عندي مثلا ده الاند كونكشن، عايز ده مثلا الفلانشيت، عايز اغير الرمز بتاعه، بقول له اد بلوك، وتختار بلوك من عندك، البلوك اللي انتوا شغالين بيها في الشركه. ممكن تقول له اديت بلوك وتدخل تعدل فيها زي ما انت عايز، تسيفها مثلا، هتزود مثلا دوريه هنا في النص زي ما انت عايز. اللاين سيتنج لو انا مثلا عندي كروس، لو في خطين متقاطعين هل يعمل لي فجوه ولا هل يعمل اللوب بالشكل دوت، والمسافه تبقى قد ايه، لو انا عندي جاب او لوب المسافه تبقى قد ايه، هل مثلا يكبرها ولا يصغرها زي ما انت عايز. الاعدادات بتاعت الجريب سيتنج، هل هي جريب اوف ولا جريب اون. عندي مثلا الاكسبورت اند امبورت، دي الاعدادات بتاعتي لما اجي اصدر حاجه او استورد حاجه، هتبقى الحاجه مصدره ازاي، تقدر تشوف الخصائص بتاعتها. تعال ندخل عند البي اند اي دي كلاس، بتلاقي عند انجينيرنج ايتم، دي اللي احنا عايزينها دلوقتي. الاكيوبمنت دي العناصر، مثلا خلينا ناخد مثلا البامب مثلا، كل بامب من دول ليها رمز وليها شكل، تمام. ممكن تلاقي اكتر من شكل موجود هنا، وتقدر تضيف اي شكل زي ما انت عايز، وتقدر تدخل تعمل ايديت للرمز ده وتسيفه، او تعمل ايديت للبلوك، تخش جوه البلوك وتعدله. هنا هتعدل بس مجرد البيانات، يعني مثلا اللون بتاعه، هل هو ياخد نفس اللون اللير اللي عليه ولا عايز يدي لون تاني، اللاين تايب، اللاين ويت، البلوت ستايل، كل الحاجات دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، ماشي. ممكن تحط اكتر من رمز وتقدر تختار بيه من هنا. نفس الكلام برضو اي عناصر من العناصر ديت، خلينا نخش مثلا على اللاين بايب لاين. كل لاين من دول ليه خصائص تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تقول له طب انا عايز لونه ازرق مثلا، طول اي لير محطوط عليه هو لونه ازرق، متعود على لونه ازرق، تمام. متعود اللاين تايب بتاعه مثلا ان هو في دوتت، او في ان هو مكمل من غير تقطيع، او في رمز معين، تمام. طيب في ايه تاني؟ في البنتر سيتنج اللي احنا لسه متكلمين عليها، تقدر تغير اي لون من دول. يعني تقول له مثلا البايب اللي اف اف مثلا، انا متعود عليها في الشركه مثلا ريد، تمام. والكولر فيدنج مثلا انا عايزها مثلا 32 مثلا، تمام. فتقدر تختار الالوان زي ما انت عايز، وبرده ممكن تخليها من خلال سايز، كل سايز يبقى واخد لون بالشكل ده. فبكده بتقدر تتحكم في كل حاجه موجوده في المشروع عندك، تقدر تعمل الاعدادات زي ما انت عايز، بحيث الشغل بتاعك يبقى زي ما انت متعود عليه قبل كده في الاوتوكاد. تمام. طيب في سؤال جه، لو انا عندي بامب
اعملها بالريفت احسن ولا اعملها بالاسكوب بانل 3D؟ والله بص، هو التعلم الاثنين سهل وهيديك امكانيه، وفي بعض الاوقات مثلا ممكن تعمل كل حاجه مثلا بالريفت، بس محتاج مثلا لوحه زي ديت، تمام؟ فانت شايف انها اسهل تتعمل في البرنامج دوت، فممكن تعملها. ولو المشروع، ولو انت معاك المشروع كله من اول لاخره، فممكن تعمل كله ريفت، مفيش مشكله. ولو في حاجه صغيره بس ممكن تعملها على البلانت، هتسهل عليك اعملها على البلانت. بس لو انت اصلا مطلوب منك تعمل اوتوكاد بلانت، يعني مطلوب منك تعمل محطه بس، تمام؟ فشايف البلانت ده ممكن يكون انسب ليك. وفي الاثنين تشوف انت يعني، وانت خلال الشغل هتلاقي مثلا ان ده، لا انا متعود على البرنامج ده اكتر، ده البرنامج ده احسن، ده انا ما عنديش مثلا بمبات خالص في الريفت، ومش عايز اعمل بمبات او اعمل سيرش. لو عملت سيرش على النت هتلاقي كل حاجه موجوده تخليك تعمل بامب روم محترمه وبامب روم كامله ومفيش اي حاجه ناقصه، تمام؟ لو انت ما عندكش المكتبه ومكسل تدور وعايز تاخد الحاجات من هنا جاهز، اشتغل بدوت. فالاختيار ليك انت، انت شوف انت عايز تشتغل بيه، تمام؟ يعني انا مثلا اغلب المشاريع اللي بشتغل فيها بيكون معايا مشروع كامل، مثلا مول كبير او برج او اي مشروع، ومطلوب منه مثلا في النص احط بامب روم، فبعمل كله بالريفت. ولو في حاجه سبيشال، حاجه مثلا هتاخد مش هتطلع بنفس الكفاءه بالريفت، ممكن اعملها على البرنامج دوت.